مع دخول شهر رمضان المبارك، بدأ سوق الخضار في مدينة الغريفة ومحال اللحوم بتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية للمتسوقين. وفي الوقت الذي استشعر فيه المواطن استقرارا في الأسعار، يشهد السوق نقصا غير متوقع في الفواكه وارتفاع الموجود بكميات قليلة. لكن احنا الحمد لله يعني الأسعار جالت ثابتة، يعني والفضل كله يعود للمربيين والجزارين، يعني الحق الحمد لله. يعني تو اخذنا خضره والاسعار معقوله نوعا ما، مش غاليه لكن باهيه، يعني اسعار كويسه، وان شاء الله تكون اقل تكاليف في شهر رمضان المبارك، وان شاء الله خير يا رب. بعض الخضار زادت أسعاره بنصف ما كانت عليه منذ مدة قصيرة، ويعزها التجار إلى ارتفاع في سعر النقل وما يواجه السائق من عراقيل على طول الطريق، إضافة إلى ضعف إنتاج المزارعين المحليين في المنطقة. هو في ارتفاع شوية، يعني بالنسبة للفواكه، الفواكه احنا نعدناش في الجنوب، يعني نجي من طرابلس، وطبعا الفواكه وصاحب السيارة اللي بيجي من طرابلس بيقول لك أجار واصل حكم 10,000، والنافتة ما فيش هنا بكل، والخضروات يعني طبعا نسى الفلاحين هنا زي الطماطم زي البصل زي السلطة، حاجات يعني الأسعار معقولة. يعني تعد الخضروات واللحوم من أهم الأصناف التي يعتمد عليها المطبخ الليبي في أعداد الوجبات الرمضانية، غير أن ارتفاع الأسعار في ظل نقص السيولة هو أكثر ما يشغل بال المواطن في هذا الشهر الكريم.